هاد الشيء اللي غنعطيو ولا الاشياء اللي كيسمعوا ولا كيقراو في الانترنت راه ما كتغنيناش على الدواء اللي كناخذو. هذه نقطه اللي هي مهمه جدا. المصاب بداء السكري وهذه يعني بالفعل اختي نقطه مهمه جدا جبتيها. لماذا؟ لان الاغلبيه ديال الناس للاسف يعني وهذه نقطه ربما غنرجعوا يعني بداو تلتجؤوا لمجموعه ديال الامور مجموعه النقاط باش يداويو ربما الداء السكري. وهذه النقط اللي هي خاطئه يعني تلقاو ان الشخص مثلا تيشرب جوج ولا ثلاثه لترو ديال الماء ديال الزنجبيل او تيشرب جوج ولا ثلاثه لترو ديال الماء ديال الاوراق ديال الزيتون. هذه صحيح انها تتهبط نسبه السكر، تساعد في تخفيض نسبه السكر، ولكن يعني غنشوفوا يعني في الحلقات القادمه ان شاء الله غنشوفوا بالضبط الاضرار ديالها وكيفاش حنا خصنا نتعاملوا معها. نعم استاذ، كاين حتى على مستوى بعض القنوات التلفزيونيه الفضائيه العربيه اللي كيديروا واحد المجموعه ديال المستحضرات ديال الاعشاب، مستحضرات طبيه اللي كيقول لك ممكن تغنينا على اخذ الدواء وممكن تغنينا على الانسولين وكترد الانسان كيف ما كان قبل ما يمرض. يعني هذا الشيء ممنوع بتاتا. هذه نقطة اللي هي غير صحيه وغير، والدليل على هذا الاخت جيلات نظن ان مؤخرا ربما الساده المستمعين لان ما عرفتش واش تداولوا الخبر ديال ان تشد ذاك الشخص اللي كان هو معروف يعني بدون ذاك الاسم ديالو وكانت عنده قناه ديالو تيدير بين قوسين تداوي بالاعشاب وكان مستقر يعني في مدينه الدار البيضاء وكان يعني ما غنقولش دابا ولكن ربما نصب على مجموعه ديال الاشخاص. هو شخص خليجي يعني ما غاديش نذكر الاسم ديالو ولا القناه ديالو. فشفنا هنا مؤخرا يعني هذاك الشيء كان كله يعني بحال تيخويتي الناس تيديروا مساكن بحال تيخويتنا في الرمله. نعم. الناس خسروا الفلوس ديالهم، كاين اللي خسر الملايين، كاين اللي خسر الحياه ديالو. استاذ نعم استاذ، كاين اللي خسر الحياه ديالو مادام يستغني على الدواء اللي كيعطيه الطبيب. هذا هو المشكل لان كاين اللي تيمشي باش يداوي واحد المرض اللي هو ممكن انه يبقى على سبيل المثال المصاب بداء السكري، ف يعني مرض اللي هو يمكننا نتعاملوا معاه، ولكن إذا تطور المرض من الإصابة بداء السكري وتزاد عليه المرض ديال القصور الكلوي. نعم. فهنا تنظن أن التعامل معه غيولي بشكل كبير غيولي صعيب جدا. نعم. ولهذا فالتعامل يعني بطريقة غير علمية، التعامل بطريقة غير عقلانية هو الله يحسن الأعوان. يعني المريض الله يحسن الأعوان يعني تيقلب على ذاك النقطة الصغيرة اللي تيدخل منها الدواء باش يمشي يقلب على الدواء، ولكن هذا ما خصوش يعني ما خصش العقل، ما خصش العاطفة تغلب على العقل. يعني خاص يبقى دائما الانسان تيفكر بالعقل ديالو. ولهذا ف يعني باش نجاوب بكل صراحه الاخت جليله على النقطه اللي شرتي وهي نقطه مهمه كذلك، يعني نبعدوا من ديك القنوات الفضائيه اللي تيبقاو ربما الجانب الاكبر ديالهم هو جانب علمي وجانب تجاري. هذا ما تيمنعش يعني حنا ما تنقولوش للناس انهم ما يسمعوش وما يستافدوش، ولكن نسمعوا ونشوفوا الامور اللي هي كتقبلها العقل. نعم. الامور اللي هي صحيحه اللي تتستند على مراجع علميه كيف ما تنتعاملوا حنا مع الساده المستمعين. يعني حنا المعلومات اللي عندنا هي معلومات كبيره جدا، ولكن ما تنعطيو للساده المستمعين الا النقط اللي حنا متاكدين منها. علاش؟ باش ما يكونش هناك خلط، باش ما يكونش هناك خلط ما بين معلومه ومعلومه. ولهذا حتى التعامل يعني بالنسبه للاعشاب خاصنا نمشيو عند الناس ديال الميدان لي فيتوثيرابيوت، الناس اللي مختصين في الاعشاب. يعني ماشي غير نلقاو اي واحد عجبته شي عشبه يبقى يهضر عليها راه مزيانه مزيانه مزيانه. وخطير في الامر ان تنهضروا على عشبه بلا ما نذكروا النقط السلبيه ديالها. فبالنسبه للساده المستمعين انا نقول لهم بالنسبه للاعشاب ما تنهضرش بالنسبه للماكولات اللي هي الخضر والفواكه، ولكن تنهضر بالنسبه للاعشاب وخصوصا الاعشاب اللي هي قليله الاستعمال. لو اننا نتحدثوا على عشبه بلا ما نتحدثوا على النقط السلبيه ديالها فهذا خطا كبير جدا. والناس المختصين في الاعشاب يعني اللي فيتوثيرابيوت هما تيعرفوا هذه النقطه هذه وتياكدوا عليها بشكل كبير، لان اي عشبه كيف ما بغى تكون الشكل ديالها وكيف ما بغى يكون الاصل ديالها عندها المضاعفات الجانبيه ديالها. لماذا؟ لان لو برينسيب اكتيف ديالها تيكون عنده واحد المقادير معينه اللي خصو يتخاد فيها، وكذلك حتى المده وحتى الوقت اللي خصو يتخاد فيها شنو هو. ولهذا بالنسبه للاعشاب علاش اكدت على هذه النقطه؟ لان المصابين بداء السكري تيستعملوا كثير الاعشاب يعني تلتجؤوا لهم بشكل كبير، وهذا بعض الاحيان كيف ما قلت يقدر يخلق مشاكل جانبيه. يعني تيقدر المصاب بداء السكري ما يبقاش فقط يعاني من هذا المشكل هذا، ولكن تقدر لا قدر الله يوصل لمشاكل اخرى. فبالنسبه للداء السكري كيف ما تنعرفوا ان كاين هناك نوعان، كاين هناك النوع الاول اللي هو يا اما الانسولين ما تتبقاش تتفرز، او النوع الثاني الانسولين ما تتبقاش خدامه يعني كاينه
ولكن هي ما تبقاش دير الدور ديالها او الخلايا تتولي تتصمد ضد هذيك الانسولين. ولكن تنعرفوا ان عند الساده المستمعين باش نفسروا لهم اكثر، يعني كاين النوع اللي تيتسمى النوع اللي تيدير الانسولين، وكاين النوع اللي تيدير ملي تياخذوا غير الكيمياء. يعني كاين النوع اللي تيبان منذ الصغر، هذا عند الاطفال، تيبان عند الاطفال، يعني تنبقاو الاطفال صغار من صغرهم تيبقاو يديروا الانسولين، يعني هذا تيعني ان ما كاينش هناك افراز ديال ماده الانسولين. وكاين داء السكري اللي تيبان غالب الاحيان من 30 او 40 سنه فما فوق، وهنا ربما انا تنقول ان مع مرور الايام هذا الرقم هذا غادي يهبط، يعني ما غيبقاش يبان منذ 40 سنه، غيبدا يبان اقل من 40 سنه، وهذا راجع بطبيعه الحال نظرا للتغير في النمط الغذائي ديالنا. فهذا كذلك الجانب النوع الاخر ديال 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 السكري، واللي تيبدا العلاج ديالو باعطاء يعني كيف ما تنقولوا الكيما بالنسبه في الاول بالنسبه لهذا النوع هذا، بالنسبه لهذا النوع ديال السكري اللي تيبان من 40 سنه الفوق، فمن تيبدا يلاه تيبدا المرض تيبان، فتنحاولوا مع المصاب اننا فقط نعطيو حميه غذائيه بالاضافه الى قياد مجهود حركي، يعني في الاول بدون اعطاء، يعني بلا ما نبداو بالادويه، يعني بعض الاحيان تعطي نتيجه، يعني تيبدا الشخص انه تيقوم بالمجهود الحركي بشكل مواظب عليه باتباع حميه اللي هي حميه صحيه، حميه اللي هي خاليه من ولا من السكريات السريعه، وتعتمد على واحد النوع ديال الالياف الغذائيه باش نهبطوا نسبه السكر في الدم. ولكن بعض الاحيان يعني ما تنقدروش وتنكونوا مضطرين اننا نوجهوا الشخص للطبيب المعالج المختص في داء السكري باش نبداو بالادويه الاخرى المصاحبه. الهدف المصاب بداء السكري، يعني علاش تاكدوا لان المشكل ماشي في داء السكري بحد ذاته، يعني هذه النقطه اللي خاصهم يفهموا المصابين بداء السكري، يعني المشكل ماشي في مرض السكري، المشكل في المضاعفات ديال مرض السكري. وهنا نبين المضاعفات ديال مرض السكري كذلك هي المرض اللي تحدثنا عليه الحلقات الماضيه، اللي هو القصور الكلوي، يعني بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش داء السكري، اللي تيكون عندهم غير متوازن، يعني تيكون عندهم تيطلع بكميات كبيره وبمرات متعدده، فهذا تيقدر يؤدي مع مرور الايام مع مرور السنوات الى الاصابه بقصور كلوي. بالاضافه كذلك يعني الامراض اخرى كاين هناك، يعني تيقدر يكون تيعانيو بشكل كبير من المشكل ديال السمنه، من ارتفاع نسبه الكوليسترول، وحنا تنعرفوا العلاقه المباشره اللي كاينه ما بين ارتفاع الكوليسترول وامراض القلب والشرايين، وبالتالي فداء السكري اذا كان غير متوازن تيقدر يؤدي كذلك الى امراض القلب والشرايين، وهذا عن طريق ارتفاع في نسبه الدهنيات في الجسم ديالنا. كاين كذلك لا قدر الله تنعرفوا ما يسمى بالبي دياديتيك، يعني بعض الاحيان الناس اللي تيكونوا تيعانوا من داء السكري اذا كان عندهم السكر غير متوازن، هذا تيقدر يؤدي الى، وخصوصا الى قصهم شي شوكه ولا شي حاجه في البطن ما ردولهاش البال معاه، فتيقطعوا يعني اصبع من الاصابع ولا بعض الاحيان الارجل كلها، يعني فهذه كلها يعني مضاعفات خطيره بالنسبه للمصاب بداء السكري اللي خاصو يرد لها البال. والان يعني ما بقاش مشكل كبير داء السكري، الحمد لله النظام الغذائي ولا النظام الغذائي اللي هو كي الا بغينا نقولوا بين قوسين خفيف شي شويه، ما بقاش هذاك النظام الغذائي اللي كنا تنعرفوا بالنسبه للمصاب بداء السكري كان ممنوع عليه كل شيء. الان لا، الدراسات تتاكد على ان المصاب بداء السكري يمكن يتناول مجموعه ديال الاغذيه اللي هي يجوز انه يتناولها، فقط لتتبقى ان الكميه ديال الاغذيه اللي خصو يدخلها الجسم ديالو هي اللي خصنا، يعني ضبط الكميه ونحيد واحد المجموعه ديال الاشياء اللي ما خصهاش تكال، ولكن الشيء الاخر كله مسموح به بكميه معقوله. وهذه من جهه، ومن جهه اخرى اخت جيده كاين هناك الحركه كذلك، فالحركه تلعب دور مهم جدا بالنسبه للمصاب بداء السكري. لماذا؟ لان بكل بساطه فخصنا نعرفوا واحد المعلومه، المصابين بداء السكري خصهم يعرفوا واحد المعلومه اللي هي مهمه جدا واللي نفسيا غتساعدهم باش يقوموا بالحركه. فخصنا نعرفوا بان المصدر الاول للطاقه هي السكريات، يعني السكريات تتلعب هي ملي كنبغي نقوم باي مجهود اولي فتنحرق سكريات، وبالتالي فالمصاب بداء السكري بكل بساطه شحال ما قام بالحركه، شحال ما قام بالمشي، شحال ما غادي يحرق هذيك السكريات. وحنا الى عقلتي الاخت جليله فاش كنا هضرنا على مشكل ديال السمنه، كنا تحدثنا على الحركه، قلنا خصها تفوت 30 دقيقه. نعم. علاش؟ باش نحرقوا الدهنيات، لان قبل 30 دقيقه تنكونوا تنحرقوا غير السكريات. بالنسبه للمصاب بداء السكري ما تنتحدثوش على المده الزمنيه، ولكن تنتحدثوا على عدد الخطوات. يعني العلماء الان تيقولوا بان خاص المصاب بداء السكري يقوم على الاقل ب 10000 خطوه في النهار. وهنا يعني كاين واحد كاين لي زاباغاي اللي تيمكن المصاب بداء السكري تيديرها في جيبو، هي صغيره ما تديرها ما غاليش، تدير ما بين 150 حتى 200 درهم، تيمكن له يديرها في الجيب ديالو وهي تتحسب له عدد الخطوات اللي قام بها في اليوم. بكل بساطه يعني ممكن المصاب بداء السكري باش نبسطوا للساده المستمعين، ممكن يقوم ما بين
25 حتى 30 دقيقه في اليوم على الاقل ديال المشي، فهذا تيقدر يوصل بها لهذا العدد من الخطوات. نعم استاذ غنواصلوا ان شاء الله باذن الله موضوعنا غدا ديال التغذيه وامراض السكري، ويا ريت حتى ذكرتي واحد النقطه هامه استاذ، قلتي لنا بان ممكن لا قدر الله ان السن اللي كيوصلوا فيه الناس للامراض السكري من النوع الثاني اللي كياخذوا فيه غير الكينات ممكن يهبط بسبب التغذيه. حتى هذه النقطه هذه نهضروا عليها، شنو الاسباب، شنو التغذيه اللي ماشي صحيه واللي ممكن توصلنا لاننا يكون عندنا السكري. تبقى على خير استاذ نبيل العياشي، مع السلامه. الله يعاونك استاذ. كان معنا الاستاذ نبيل العياشي اختصاصي في الحميه وفي التغذيه بالمستشفى الجامعي ابن سينا.